مساء الخير. مساء النور. معلش مضطرين نقطع عليكم القعده اللطيفه دي، بس نعمل ايه بقى؟ الزك بيه هو اللي دلنا على مكانكم. عملها عريس الغفله. عموما يا فندم احنا شركه متقاسمين في كل حاجه وعندي شهودي. لا لا لا، وفر على نفسك الكلام ده يا ناجي بيه للتحقيقات الرسميه، لسه بدري، قدامك سين وجيم تقدر تقول فيهم كل اللي انت عايزه. عجبك عمايل جدك؟ عشان هو مش عارف يسد في ليلته يدخلنا كلنا في الليله دي. وطي صوتك، ولا انت عايز تشوشر علينا وتعمل لنا بولكه وخلاص؟ اصل انا اول مره اقع الواقعه الغبره دي. ما كانش ينفع انام واحنا حنا مع بعض بالشكل ده. بترد لي اخر مره صالحتك فيها؟ ولا ضميرك منعك تنام لانك عارف انك غلطان في حقي؟ اعتبرها زي ما تعتبرها يا صاحبي، بس احنا هدفنا واحد، العيله ما تتفرقش. وهي لسه ما اتفرقتش؟ سكت ليه؟ اي كلام هقوله دلوقتي مش هيشفي غريلك، انا عارف، لكن انت اللي كنت واخد جنب طول الفتره اللي فاتت وبعدنا عنك. بعدتكوا هم، بس ما بعتش حد فيكم، ما غدرتش بيكم. تفرق كتير ولا هي ما عادتش تفرق؟ وانا ايه اللي خليني اجي قرب الفجر كده لو ما عادتش تفرق يا اخويا؟ سعد انا معاك في كل اللي انت عايز تعمله في خالد، لكن انا ورفقي ليه؟ عملنا ايه؟ احنا ما عملناش اي حاجه غير اللي كنا بنعمله طول عمرنا بعلمك او بدون علمك. حاولنا نلم خالد من غير ما نقول لك عشان انت تركز في الاهم. ايوه سعد، انت تنسيت اللي حصل لولفت مع الدكتور هنداوي وغيره وغيره؟ صدقني يا اخويا احنا حاولنا نتصرف بحسن نية ننصح خالد بدل المرة ألف، لكن عمرنا ما تخيلنا ان طيشه هيوصل بيه للدرجات دي. دفاع عظيم ممكن يكون مقنع بس في ظروف مختلفة. حقك هيوصل لك يا سعد، انا مش هسكت، والله ما هسكت. هبة بنتي زي ما هي بنتك تمام، وانا مش هقف اتفرج عليها وهي مجروحه بالشكل ده. عندك كلام تاني يا فوزي؟ سعد انت عارف ان في خطر كبير بيهددك وبيهدد العيله كلها. يا سلام، خطر ايه بقى؟ انا عارف وانت عارف بجيه الراجل اللي اسمه ابو النجا بهمس ده. شو ده؟ راجل بيجرجر الموت في رجليه، هو اكيد جاي يوصل لك رساله. أكيد يا سعد، تاجر سلاح مشبوه زي ده مش هيجي لغاية عندنا إلا إذا كان وراه خطر كبير علينا. أنت دماغك شغالة كويس يا فوزي. افرض. لا مفرضش. صدقني يا سعد في الظروف دي ما ينفعش إن احنا نبقى متفككين زي ما بتقول، بالعكس لازم نحط إيدينا في إيد بعض ونلم كل اللي انكسر واللي انشرخ عشان نقدر نقف سوا قدام الخطر ده. تفتكر هقدر اعمل كده؟ ما تكبرش يا سعد، احنا لولا مقدرين الحاله اللي انت فيها والظروف اللي بتمر علينا انا ما كنتش جيت لك هنا دلوقتي بعد ما طردتنا انا ورفقي. حاجه مترتبه بينكم بقى يعني؟ يعني مش بعيد بعد ما تمشي دلوقتي بعد خمس دقائق بس الاقي رفقي عزيز بيخبط على الباب ويقف مكانك ويقول لي نفس الكلام زي ما حصل قبل كده. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ هايل كملت. ليه مش عايز تدي فرصه لحد انه يتكلم معاك او يفكر معاك؟ العيله مجموعه مش فرد يا سعد، ولا هتتهمني انا كمان اني في صف رفقي وفوزي؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين يحصل للعيله ايه اكتر من اللي حصل؟ كلنا قلبنا عليك، لكن طول ما انت عصبي وشايل هم الدنيا على دماغك بالشكل ده لا هتفكر صح ولا هتاخد قرار صح. انا لسه بعقلي يا ألفت، انا لسه سعد الدالي. والدنيا كلها عارفه من سعد الدالي، بس لازم تدي فرصه لعقلك يستريح. مش هرتاح ومحدش هيرتاح لحد الحقيقه ما تظهر كلها واعرف اللي حصل ده حصل ازاي ومين وراه. واحنا وصحتك مش خايف علينا لو حصل لك حاجه؟ هنستفيد ايه لو وقعت من طولك؟ ارجوك يا سعد ما تخليناش نمر بالتجربه دي تاني ابدا. انا همشي دلوقتي يا سعد، همشي عشان اسيبك تستريح، ويا ريت ما تفكرش في اي حاجه لغايه بكره، لغايه بكره على الاقل، وخلي ذهنك يروق ويصفى على الاخر، وانا من الصبح هقعد جنب التليفون
تكلمني او خلي اي حد يكلمني، اي حد يقول لي سعد عايزك عشان تكلموا مع بعض وتفكروا سوا هتعملوا ايه. في المزرعة عند بابا في شبرمنت. احفظي النمرة دي كويس لان من بكرة ممكن تلاقي تليفون الفيلا عندك محطوط تحت المراقبة، ساعتها لا هنعرف نتكلم مع بعض كويس وانا نطمن على بعض اصلا. طب وعملت ايه لبابا؟ ما تقلقيش يا داليا، زمان بابا بعت له كل المحامين بتوعنا. طب وانا هعرف الاخبار منك ازاي ولا هشوفك امتى لو حاجة تانية حصلت؟ احفظي بس انت النمرة دي كويس وكلميني عليها من بره الفيلا يا داليا، من بره الفيلا، وانا اذا احتجت منك حاجة هبقى اكلمك بطريقة ما حدش فهمها غيرنا. ودي حيرة ايه دي بس؟ وانت هتفضل عندك لغاية امتى؟ انا مش هرجع الا لما اخد حقي. احفظي بس انت النمرة دي كويس وركزي في الطريقة اللي هعلمها لك دلوقتي، واضح؟ يعني شعلة الخشب دي باسم مين بالظبط؟ بس عشان ابقى فاهم معاك. يا فندم شحنة الخشب ديت هو اللي جايبها، كنت بتعامل معها انا وجدي على انها شحنة خشب جاي نحل بيها كل مشاكلنا، صح؟ كده الزكي باشا كان عارف كل حاجة من الاول، وانت لما عرفت وافقت وحضرته البيع واستلام الفلوس. يا فندم صدقني هو بيحاول يوسع دائرة الشركة علشان يخفف الموضوع من على نفسه. يا فندم هتلاقي بوليسة الشحن وأمر التسليم باسمنا كلنا، احنا التلاتة شركة متضامنين. هو مش الزكي باشا بره؟ هات سعادتك وانت هتتأكد من كل حاجة بنفسك. بسيطة خالص. تمام يا فندم. خلي يا ابني زكي باشا من بره، اما نشوف الحكايه دي اصلها ايه بقى. تمام يا فندم. زكي باشا يا فندم. اوكي اتفضل يا باشا. هو مش سعادتك؟ يا ريت بقى سعادتك تكرر اقوالك اللي قلتها في التحقيق قبل ما الحوادث دول ما يجوا هنا. ساعة البيل الموضوع واضح تماما. أرض الصلاحية إحنا خدناها بشكل قانوني تماما. مناقصة رزت علينا زي ما ممكن ترسع لأي حد، يعني لا أنا ولا حفيدي هاني ولا ناجي بيه الدسوقي له أي علاقة بموضوع الرشوة إطلاقا. كمل يا باشا، كمل. يعني ساعة البيل باختصار إذا كان في لعبة في الموضوع ده يبقى اللي عمل كده صفوة الدالي أو خالد الدالي، مش أي حد تاني، وأعتقد البهوات ممكن يأكدوا الكلام ده. الحقيقة إن البهوات اتعاونوا معانا بشكل غير عادي، وأنا احتراما مني لصدقهم معايا، بعد ما نخلص التحقيقات معاهم هنا هحولكم كلكم على نيابة المخدرات عشان نفتح معاكم بقى ملف قضية شحنة الخشب بالحشيش اللي جات لكم. مخدرات ايه يا سعادة الباشا؟ صباح الخير. صباح الخير. جيت متأخر يعني؟ الساعة لسه 9 الا ربع. لا انا قصدي جاي تتكلم معايا متاخر، مش عوادك. انت متعود دايما يا تجيلي قبل فوز على طول يا بعد فوز على طول. هو جالك امبارح مش كده؟ يعني ما تعرفش؟ توقعتها. طب يلا يلا انا مستني. قول الكلمتين اللي عايز تقولهم لي من غير تريقه. يا سعد انا مش هدخل معاك في اي مواضيع، هحط نفسي تحت تصرفك وهجاوبك على اي سؤال تساله بصراحة زي ما تعودنا. ما عادتنا اتغيرت. بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا في الشغل بس زي ما اتفقنا. طيب انا عندي ليك اخبار متهيألي انها ممكن تسعدك وتطمنك. القبض على ناصف والزكي وناجي قديمة. الله، غريبة. انت لحقت؟
انت ناسي ان انا وزير سابق وليا اتصالات فيه برضه ولا ايه؟ بس متهيألي كده انت ارتحت. فاضل شويه على الراحه. قصدك يعني يمسكوا صفت وخالد؟ لا، مش لازم نتقبض على خالد وصفت. الله، ايه الكلام الغريب ده يا سعد؟ خالد هو اللي هيوصلني للحقيقه، وده مش هيحصل لو البوليس سبقني وقبض عليه. يعني احنا دلوقتي مطلوب مننا اننا نعرف هما مستخبيين فين، وكمان نهربهم من البوليس؟ لا لا، مش مطلوب ان احنا نهربهم، المطلوب ان احنا نبلغهم بسرعه ان البوليس عرف مكانهم وهيقبض عليهم، ساعتها لوحدهم هيبلغوا فرار. انت بتعقدها ليه بس زي عايدك؟ ما عشان تتحل لازم تتعقد قوي، دي حلاوه اللعبه يا رفقي. ولا نسيت؟ افهم من كده انك بتجدد الثقه فيا. بس يا ترى هيكونوا استخبوا فين؟ رفقي، لو انت مكانهم كنت هتستخبى في انهي حته من املاكك؟ اشمعنى املاكي؟ ما هو لو استخبوا في مكان عام، فندق او شقه مفروشه، مكانهم هيتعرف والبوليس هيقبض عليهم. والله حسب معلوماتي اخر حاجه جابها صفت وكان بيوضبها مزرعه شبرمنت. يبقى تطلع على هناك على طول، تاخد معاك واحد او اتنين من اللي انت بتثق فيهم، ولو كانوا موجودين يا رب يا رب يبقوا موجودين، رجالتك يبلغوا الخدامين الرساله بشكل غير مباشر. ده انت كان لازم تطلع اللي هو شرطه مش رجل اعمال. بلاش مبالغه يا رفي، هو في صول في الشرطه بيحصل له اللي حصل لنا ده كله؟ ادخل. استاذ ادهم فارس، عايز حضرتك. خليه يدخل على طول، وانت عارف يلا اتكل على الله بسرعه. بس الاول تجاوبني على سؤالي. مش تجديد للثقه، اعتبرها نقطه ومن اول السطر. صباح الخير. صباح الخير يا ادهم. على اذنكم. حضرتك مستني يا ناجي عشان تمشي. ها؟ الشغل ما بيرحمش، خصوصا اللي بيشتغل مع سعد الدالي يا ادهم بيه. على اذنكم. اقعد يا ادهم. اقعد. ايه؟ كلام رفقي شغلك؟ ولا قلبك كان حاسس انا عايزك ليه؟ اهلا وسهلا، اي خدمه؟ سنيور خالد، خالد الدالي مش كده؟ طب وايه اللي يخليك تفتكر اني هوافق على عرض زي ده؟ وليه لا؟ المرحله الجديده اللي داخل عليها المجموعه محتاجه لك، بقول لك بصراحه، وانا هحقق لك المعادله الصعبه بتاعتك، هفتح لك اكبر وكاله اعلان، انت المسؤول الاول والاخير فيها، مالكش رئيس، لاني عارف ما بتحبش يبقى لك رئيس. طب وايه الفرق ما دام هتخدم اغراض في دماغك انت لوحدك؟ يعني ايه؟ عايز نعمل الوكاله واكتبها باسمك؟ ولا عايز تعمل اعلانات للمنافسين بتوعي في السوق فيها؟ حكايه انك تعمل شركه وتكتبها باسمي دي انا حاجه ما اقبلهاش على نفسي، بس حكايه انك تعمل اعلانات لشركات منافسه دي مهمه جدا، على الاقل عشان مصداقيه الشركه، وهيتزود من ربحيه المجموعه. تفتكر يهمني الربحيه اللي هتيجي منها؟ الربحيه مرتبطه بالمصداقيه. موافق، لو هنتفق. طب ما تخليني مستشارك من بعيد لبعيد. لا كده هزعل، انا مش متورط في حاجه او سمعتي فيها شك عشان تقول لي الكلام ده. انت فاهم قصدي يا سعد بيه؟ هديك صلاحيه مطلقه، هكتب لك كل طلباتك في العقد، المرتب اللي انت عايزه خده، عايز نسبه من الارباح خد، المهم تكون معايا. انت كده بتخليني حاسس ان احنا هنواجه مشاكل اكبر من اللي كنا بنواجهها مع بعض واحنا بنعمل الكتاب. اخبار المافيا معاك ايه؟
المعلومات اللي عندي بتقول انك طموح جدا، والعرض اللي انا قدمته لك هيحقق اهدافنا سوا. ايوه بس انت بتقول ان في حد غيري بيساعدكم، يبقى محتاجيني في ايه بقى؟ بيقولوا عندكم من تدخل فيما لا يعنيه. انت عارف الباقي، انا مش هكمل. سنيور خالد، انا مش ممكن اتوقع انك تتاخر في الرد على عرضي، لان الوقت مش في صالحي ولا في صالحك. هو عرض زي ده بصراحه ما يترفضش، لكن محتاج شويه تفكير. Take it or leave it. اوكي موافق. اوكي وانا ابعت لك التفاصيل اول باول. بس انا عايزك تسيب المكان ده، لان البوليس هيجي يدور عليك انت وبابا بتاعك هنا. حاضر، متشكر لاهتمامك. بس انت كده كشفت ورقك بسرعة جدا من غير حتى ما تتأكد. ده انت حتى ما عندكش دليل على كلامك. بعد اللي حصل من خالد ما بقتش استبعد منه اي حاجة. بعد اللي حضرتك عملته فيه فعلا ما تستبعدش منه اي حاجة، لكن قبل كده مجرد الشك كان كفاية لحد ما نتأكد. اللي ايده في المية مثل ايده في النار يا ادهم يا ابني. وانا دلوقتي بس عرفت ليه انت محتاجني جنبك. وانا دلوقتي بس اتأكدت ان اختياري ليك كان في محله. يا خالد يا ابني انا مش حمل البهدله دي. الراجل خواجه ده من ساعه ما جه واحنا عمالين نلف حوالين بعضينا. ايه اللي حصل فيه ايه انا مش فاهم. يا بابا لو حضرتك ناوي تقضي اليوم كله كلام لغايه ما نلاقي البوليس فوق دماغنا ونحصل بقيه شركاتنا خليك. انا عن نفسي مش ناوي اقعد هنا ثانيه واحده بس. ليه؟ هو الراجل ده شغال في البوليس الدولي؟ بقولك يا بابا انا في شاليه 22 في سقاره، لما تخلص كلام ابقى حصلني. تعالى هنا. شاليه ايه وسقرت ايه؟ بتاع مين الشاليه ده؟ نوصل بس هناك ونكمل كلامنا ونقعد ونشرح زي ما حضرتك عايز يا بابا. حاضر يا سخال. حاضر حاضر. ايه؟ نعم نعم. مسافر؟ ايوه مسافر. طب لو حد سأل عليك هنقول له ايه؟ قول له راح في 60 داهيه، راح ورا الشمس. يعني ايه؟ فص ملح ودب. خالد حس بيهم في مكان قريب من ميدان الرماية فزوغ منهم في المنطقة دي. عارف قلت لك ما تسيبش رجالتك، هنلاقيهم ازاي دلوقتي؟ بالعكس يا سعد، أنا خالد عارف عربيتي، لو كنت فضلت أو رحت وراه كان خد حذره، عموما هو ما راحش بعيد. قصدك إيه؟ حسب كلام الرجالة المنطقة اللي هم فيها ما راحتش بعيد عن الفيوم أو نزلة السمان أو سقارة أو صحارى سيتي. طب مستني إيه؟ ابعت رجالتك يقلبوا المناطق دي لحد ما يشوفوا عربيات خالد وصفوت، لان هي اللي هتوصلنا اليوم. انا مديهم كل التفاصيل، حتى لو كانوا مستخبيين في فيلا كبيره او فيلا ليها جراج خاص، هيفتشوا المناطق دي فيلا فيلا وقصر قصر لحد ما يلاقوهم. طلع رجاله اللي انت عايزهم من الجراج ومن قطاع النقل يمشطوا المناطق دي لحد ما يلاقوهم. كبرهم 24 ساعه ويكون عندك مكانهم بالتحديد ان شاء الله. يا رب. ريح نفسك يا سعد، انت داخل في حاره سد وظهرك مكشوف. احمي ظهرك انت الاول قبل ما تيجي تهددني. غريبه، انا كنت جاي وفاكر هلاقيك ميت في جلدك او بره البلد، بس انا سعيد ان الرعب اللي كان في عينيك راح خلاص ورجعت ابو النجا بهنس بتاع زمان. ولا ده هينفع معايا كمان. اكد لي المعلومه او ان فيها وريح نفسك مني وريحني منك. اديك جيت لي اهو.
زي ما انا جيت لك مكتبك وطلبت منك انك تعملهم اللي هم عايزينه وتبعد عن طريقهم. بس انا مش جاي لك لا خايف ولا مرعوب زيك في اخر مره كنت عندي فيها. انا جاي اسالك سؤال ومش همشي لما اخد اجابته. اللي انت كنت معاه في الاتفاق الاولاني مع المافيا كان خالد الدالي؟